هذا أمين المكتبة؟ أظن ذلك. ما علاقة العصور المظلمة بزمننا هذا؟ من فضلك، نأسف لإزعاجك. ماذا تريد؟ نريد أن نكتشف أثر العصور المظلمة على العصر الحديث. لا يوجد في التاريخ حقبة بهذا الاسم الغريب، لا تلمسها، إنها ثمينة. أتوقع أن هناك من ملأ عقولكم بالهراء المعتاد. 1000 سنة ضائعة، فجوة سوداء في التاريخ، أليس كذلك؟ تقريبا. دائما ما نفترض أن هذه العصور كانت كلها مردا ودمارا وهدما للحضارات السابقة، حرقا وتدميرا بدون اختراعات ذات قيمة، أليس كذلك؟ لا 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 لا، اذهبوا بعيدا عني. نأسف لإزعاجك. هيا، الموضوع لا يستحق. نعرف أن الإغريق والرومان اخترعوا كل شيء. هل فعلوا ذلك؟ هل أنت واثقة من تلك المعلومات؟ أتدرون، قد يكون لدي ما يفيدكم. يبدو أنكم في مهمة بحثية. أنا أظن أني أستطيع. اتبعوني، عندي كتاب لكم. معذرة، إلى أين نحن ذاهبون؟ من الظلام إلى النور يا صديقي، من المحيط إلى اليابسة. هناك أشياء يجب أن تعرفوها بالتأكيد. أذكر أني تركته في مكان ما هنا. ها هو. والآن ألقوا نظرة، إذا جرؤتم. مرحبا بكم في العصور المظلمة، أو التي يجب أن تعرف بالعصور الذهبية. ترى من أنت؟ أنا الجزري، مهندس ومخترع بارع. اعتقدنا أن هذه العصور مظلمة، لكنها لا تبدو مظلمة. هذا لأن الأمر مجرد مسألة منظور يا صديقي. بالتأكيد هناك أجزاء من العالم لم تكن مظلمة أبدا. هناك حضارة امتدت من إسبانيا إلى الصين، نشرت نور العلم والمعرفة في كل الأرجاء. أية حضارة؟ الحضارة الإسلامية يا صديقي. اكتشف علماؤها في مختلف المجالات بعض أهم الاكتشافات التي عرفها الإنسان، اكتشافات مبنية على علوم القدامى، لكنها أكثر ارتباطا مما تتخيلون بالعالم الحديث. مثل ماذا؟ مثل كل ما تتخيل. سأتخذ صورة لهذا. كنت أعلم أنها فكرة جيدة. من أنت؟ اسمحوا لي أن أعرفكم بابن الهيثم، عالم جليل أدت أفكاره إلى اختراع الكاميرا. أنت اخترعت الكاميرا؟ لقد وضعت الأسس للكاميرا الحالية حين فسر كيف تعمل عيوننا، فقد وجدت طريقة لإسقاط صورة على سطح آخر من خلال ثقب في غرفة مظلمة، ترجمت بعد ذلك كاميرا أوبسكيورا. فكروا فيما أدى إليه هذا الاكتشاف. الكاميرا، السينما، كلها تعمل بنفس المبدأ،
غير معقول. انتبهوا أيها الناس، من هذا؟ إنه صديقي العزيز عباس بن فرناس الذي كان ينظر إلى السماء بشغف وهو يتخيل كيف يمكن للإنسان أن يطير. لقد كانت لديه الجرأة أن يحلم بالطيران قبل الأخوين رايت بألف عام. بالطبع من الإنصاف أن نتذكر عندما نسافر بطائرتنا في العطلات عباس ابن فرناس. استعداد، إني جاهز للإقلاع. لقد نسي شيئا مهما، الذيل لازم للهبوط. ظهري، هل من طبيب هنا؟ هل طلبني احد؟ يا صديقي، هل قدمت نفسك لضيوفنا الاعزاء؟ اسمي ابو القاسم الزهراوي، يلقبونني بابي الجراح. أجريت عمليات جراحية في ذلك الوقت؟ بالطبع، في الواقع العديد من الأدوات الجراحية التي اخترعتها ما زالت تستخدم في مستشفياتكم الحديث. بعد إذنكم، المريض يحتاجني. أين المشرط؟ سأحتاج لبعض الغرز. في هذه الحالة سأستخدم أحشاء قطط. أحشاء قطط؟ من أحشاء الحيوانات، مثالية في خياطة الجروح الداخلية، ما زال جراحوكم يستخدمونها إلى الآن. آسف، يجب أن أذهب. من هذه؟ هذه مريم الأسترلابية، واحدة من النساء العبقريات في زمانها. صنعت أسترلابات متطورة. أستر ماذا؟ أسترلاب يعرض منظر السماء والنجوم على صفيحة مسطحة تستطيع حمله في يدك لتجري الحسابات وتحدد الزمن. لدينا اليوم الساعة والبوصلة والاستدلال بالأقمار الصناعية التي تساعد الناس والمستكشفين على السفر. العلم في أبهى صوره. هل اخترعت كل هذه الأشياء في العصور الذهبية؟ هذا جزء صغير، يوجد غيرها آلاف الاختراعات غطت كل مجالات الحياة وانتقلت لأوروبا في القرون الوسطى. كما ترون لم تكن مظلمة أبدا. وماذا عنك؟ أنا؟ ما الذي اخترعته؟ لا أريد أن أبدو مغرورا، ولكني أتيت بمساهمات رائدة في مجال الهندسة. أعتقد أن أكثر اكتشافاتي أهمية هو جهاز يحول الحركة الدائرية إلى حركة طولية بواسطة ذراع تدوير وعتلة متصلة. في الحقيقة لا أعرف كيف كانت ستتم الثورة الصناعية بعد مئات السنين بدون أن يكون هناك مثل هذا الجهاز، لكن مصدر فخري واعتزازي هو آلة قياس الأوقات، ساعة الفيل الأسطورية. هذه ساعة؟ نعم، جمعت فيها عشرات المكونات التي تمثل ثقافات عدة حول العالم: الهندية، الإغريقية، العربية، المصرية، الصينية. ياه، ساعة موحدة للأمم. هذا غير معقول. أتخبرك فعلا بالوقت؟ طبعا، نعم، بدون شك. لولا هذا الاختراع لتأخر آلاف الأشخاص عن مواعيدهم. على ذكر الوقت، يستحسن أن تعودوا وتذكروا، انشروا المعلومة، إنها العصور الذهبية. لقد أخبرتكم جزءا صغيرا جدا، إنها مليئة بعلماء واختراعات متصلة بشكل مباشر بعالمكم الحديث. اكتشفوها. انتظر. واو، أرأيتم؟ نعم، لم يكن هذا مملا أبدا. هيا بنا، فقد تأخرنا.
ماذا تعلمنا اليوم؟ الرومان؟ الإغريق؟ عصر النهضة؟ الثورة الصناعية؟ لهم أثر بالغ على العصر الحديث. أين مجموعة داني؟ إنهم بالخلف. مجموعة العصور المظلمة. بالتأكيد لقيتم صعوبة في إيجاد أي ارتباط بعصرنا. في الواقع يا معلمتي، هذا كلام غير مضبوط.